أهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده ليس رافضا لفكرة إجراء انتخابات برلمانية قبل الموعد المقرر لها سنة 2025. جاء ذلك بعد أن تلاشت الفكرة إلى حد بعيد، رغم أن القوى التي كانت قد توافقت على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد الشيع السوداني ضمن ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، ورغم الحذر الذي تحدث به المالكي عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن كلامه لم يخلو من بوادر تراجع عن موقف سابق له. مصادر سياسية قالت لون نيوز إن التغيير في موقف المالكي من التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية جديدة مرتبط بتزايد طموحاته للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، وباتت رغبة المالكي في قيادة الحكومة العراقية من جديد معلنة بشكل صريح بعد أن كانت تلميحات تصدر بشأنها من حين إلى آخر عبر وسائل الإعلام التابعة له عن طريق أعضاء في ائتلافه النيابي. أنت هل تؤيد عودة الملك مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء؟